الألعاب وخلي الخصم يتعب يا أخضر معاك الله قولوا 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 المنتخب يعتبر يلعب في أرضه ويلعب بين جماهيره ويلعب بين أخوانه. كلنا نقول إحنا خليجنا واحد، فبالتالي قطر حتكون هي السعودية والسعودية هي قطر، فبالتالي حتى تشجيعنا هناك. يعني إحنا الأربع المنتخبات العربية حقيقة إحنا معاها، تمنينا بأن المنتخبات تكون متواجدة معنا. مونديال هذا سمينا مونديال العرب، مونديال فخر لكل عربي وكل الخلايق عنه يحكون. هذا سعودي أخضر اللون، سعودي الله 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 الله، هي 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 هي، سعودي في الميدان دايم منتصر. يعني أنا بدل ما أكون في روسيا بقول يا سعودي جينا حيردوا معي 5000، حقول يا سعودي جينا حيردوا معي 50 و60 ألف في قطر، فبالتالي الوضع حيكون مختلف. إحنا نتمنى إنه كجماهير نطلع الطاقات الإيجابية من اللاعبين داخل الملعب،